بدي أكون أميرة ولا حاكمة، هيدا مش شغلي، هيدا مش شغلتي. أنا ما بدي أحكم أو أقهر ولا شخص، أنا بدي أحب وبطريقة من الطرق جرب ساعد أو ساهم بمساعدة إذا أمكن، إذا سمحوا لي الناس اللي هن إخواتي بالإنسانية. يوم كلامي بوجهه أول شيء ولا أهم شيء لأهل شعب بلد لبنان، سوريا وكل العالم العربي اللي بعد ولا مرة عطشونا فرصة لا نشوفهم ولا نعيشهم ولا نتنعم فيهم. يا أهل بلدي ما تصمتوا، الصمت لغة الجبنة، لغة ما فيها لغة، لا منطق ولا روح ولا تغيير فيها. نحن وعينا وجينا للسترد كرامة أهلنا، هالجيل المناضل، الجيل اللي عاش الظلم والفساد، صار وقت نتطلع بالخوف ونقول له خاف. إن شاء الله ما بينعاد عليكم يا لبنانية بهيك فساد وظروف قاهرة مثل هيدا. إن شاء الله ما بينعاد علينا يا لبنانية أيام رمادية ما فيها أمال وقاسية مثل هيدا. شو بعد عندكم جيبوا هاتوا يا سياسيينا، يا دجالينا، يا سفاحينا؟ شو بجاوبوا ليلي بيقلي واطيكن عليكن وإنه حاميكن حراميكن؟ على أي أساس أم مبدأ بدي أبني معه حوار وأحميكن؟ شو بقله؟ بلدنا منهوب، بلدنا مش مأفلس؟ شو بقله؟ صار حلم نحكي ببلد الحبيب لبنان؟ شو بقله؟ بكل بساطة أنا ممنوع؟ بقله نحنا ما عنا نقص بالخزينة بس عنا زيادة بالحرمية؟ بقله إنه كل يوم اقتصادياً عم نتقدم 100 فشخة لورا وإنه صارت أحلامنا بدائية، أنتو خليتوا مطالبنا ترجع بدائية. عوقتكن عم نتمنى الاستعمار، بسنة 2020 عم نطلب يرجع الانتداب. عطينا الوقت، وقته كتير معكن، ولا مرة كان بدنا نكون ضدكن، ما أنتم موظفين عنا أصلاً. بس خلص اللبناني وعي وزمن الأرقام والألوان ولا. باسم الديمقراطية خلونا نستخدمها لهالقوة، خلونا نتحد ونناضل لعالم جديد، عالم بليق برجاله وولاده. من حق الشباب يعيش مستقبل بحاضر نظيف بعقله منطق. منطق نحن ما بدنا نغير القانون، نحن بدنا نطبق القانون. خلي كلمة تكون مسموعة وللكل، انتو دمروا لنعمر لنقلكن. ما شفتوا وقت حليتوا عنا بناتنا وشبابنا كيف نزلوا على الأرض وركضوا يساعدوا وأنجزوا؟ وبتعرفوا ليش قدروا يساعدوا؟ لأنه كنا بلاكن، وبلاكن لبنان بيعمل العجايب. بعتذر منك يا طرابلس، بعتذر منك يا سور، بعتذر منك يا بيروت على كل البهدلة اللي جابوها أولاد لولاد. ومنوعدك يا ست الدنيا يا بيروت إنه المحبة سلاحنا، وبقلوبنا رح نرجع نبنيك أرزة أرزة. عم تسألوا شو صاير بلبنان؟ لبنان ينتفض. شو؟ شو بقول له؟ حلو كثير، حلو كثير الكلام اللي قلتيه. كنت أول مرة قاعدة عم بشوف حالي مش كأنا باميلا الكيك، عم شوف الفكرة اللي هي باميلا الكيك، عم شوف هيدا الإنسان إذا بيرد على الصوت الداخلي وبيضل معند عليه إلا ما يوصل المسج. حلو كثير اللي كنت عم تقولي باميلا، بس ما بدي صخف الموضوع. كل ما طلعت تقولي خطاب بيقولوا اخذته سرقته شيء ام تريز، شيء غندي، شيء رخب لك اياها. باختصار انا ظلمت لبنانيا ببرامجي كثير كثير كثير. اول مره طلعت عملت خطاب كنت انا inspired by the great dictator تشارلي تشابلن، اقوى خطاب عمله تبع sorry I don't want to be an emperor، شيء كثير خطاب. هيدا هيك تاثرت منه وقلت بدي شيء للبنان، مش بس للبنانيه حتى للعرب، انه to share this message، انه اتشاطر هيدا الرساله اللي يمكن مش كلهم حاضرينه. وقتها مع بيير رباط قلت انا الكريدتس وقلت من وين جايبته، شالوا بالمونتاج، انا مظلومه مونتاج.